بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير. والبداية مع العناوين. غبطة البطريرك تيوفيلس الثالث يعزي بضحايا مستشفى السلط. تعليق القداديس بكافة كنائس المملكة أيام الجمعة والأحد حتى نهاية الشهر الحالي. الاحتفال بنذور ثلاث راهبات في كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام. كنيسة حاملات الطيب في السلط ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً الصوم صون للنفس وحصن للجسد، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وكعادته كل أسبوع، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم، وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنطل صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على الصلاة وعلاقتها بالثالوث الأقدس ولا سيما بالروح القدس. الروح القدس هو العطية الأولى والأساسية في كل وجود مسيحي، بدونه لا توجد علاقة مع المسيح والآب. الروح القدس هو الذي يفتح قلبنا على حضور الله ويشدنا إليه، وهو الذي يجعلنا قادرين على أن ننادي الله أب أبانا، وهو الذي يبدلنا ويجعلنا نختبر في داخلنا فرحا عميقا لأننا نعرف أننا محبوبون من الله. لذلك في كل مرة نصلي يكون الروح القدس هو الذي يشدنا على طريق الصلاة، وهو الذي يذكرنا بالمسيح ويجعله حاضرا فينا. هذه الخبرة عاشها مصلون كثيرون الذين كونهم الروح القدس على قياس المسيح، إذ ملأهم بالرحمة وروح الخدمة والصلاة. هم شهود متواضعون بحثوا عن الله في الإنجيل والإفخارستية وفي الأخ الواقع في شدة، وحافظوا على حضور الروح فيهم مثل نار خفية مشتعلة. إن واجب المسيحيين الأول هو إبقاء هذه النار مشتعلة، أي محبة الله، أي الروح القدس. بدون نار الروح تنطفئ النبوءات ويحل الحزن بدل الفرح، وتتحول المحبة إلى عادة والخدمة إلى عبودية. الروح القدس هو الذي يلهمنا أن نصلي ويعلمنا كيف نصلي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è un dialogo con Dio al quale possiamo dire tutto quello che abbiamo nel cuore. Ma il colloquio deve essere sincero, fiducioso, pieno di amore, di speranza e di gratitudine. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الصلاة هي حوار مع الله حيث يمكننا أن نقول له كل ما في قلبنا، لكن يجب أن يكون الحديث صادقا وواثقا ومليئا بالمحبة والرجاء والشكر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. أشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بزيارة البابا فرانسيس التاريخية للعراق، معتبرة إياها لحظة مهمة للعالم وتعزيزا حقيقيا للقيم التي تدعو لها وثيقة الأخوة الإنسانية. ووصف عضو اللجنة ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي زيارة البابا بأنها كانت بمثابة تضميدا لجراح الشعب العراقي بعد سنوات الحروب والدمار،
وخير رد على دعوات الكراهية والتطرف التي أزهقت أرواح الكثيرين وشردت الملايين من الأبرياء. وأشاد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بنتائج الزيارة التي عكست إيمان قداسة البابا فرانسيس بضرورة تطبيق مبادئ الأخوة الإنسانية وترسيخ السلام والتلاحم بين المجتمعات. أعرب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين عن خالص العزاء والمواساة للأسرة الأردنية الواحدة بشهداء السلط الذين قضوا بسبب نقص الأكسجين في مستشفى المدينة الحكومي. وقال خلال بيان صادر إن السلط كانت وما زالت مدينة الوئام والمحبة والعيش المشترك، وفيها اعتدنا أن نكون متحدين معا في الضراء والسراء مسيحيين ومسلمين. وأضاف غبطته: سنرفع صلواتنا ونحن على عتبة الصوم الأربعين المقدس على نية هذا الوطن وقيادته الحكيمة وشعبه الأبي وأجهزته الأمنية. وفي السياق ذاته وخلال ترأسه قداس الأحد في مطرانية اللاتين بعمان، قال سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن: لقد تلقينا بالحزن والتأثر عن المأساة التي وقعت بحق مواطنين في السلط، ونقدر الوقفة المشرفة للأسرة الأردنية مع عائلات الشهداء وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني الذي وقف إلى جانب شعبه كما هو دائما، وعليه فإننا نقدم صلاتنا وصومنا لكي ينعم الرب على الوطن والإنسانية بالشفاء والسلامة والطمأنينة. أكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن التزامه بالقرارات الحكومية المتعلقة بالحظر، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق الكنائس في المملكة وتعليق حضور المؤمنين لقداس يوم الأحد حتى 31 من هذا الشهر وحتى تنقضي هذه الأيام الصعبة. ودعا المطران خريستوفوروس عطل المؤمنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الإعلام والصحة والأوقاف والداخلية إلى اقتصار العدد في الجنازات على الأهل بعدد لا يزيد على 20 شخصاً. كما أصدر المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن تعليمات بشأن تعليق القداديس أيام الجمعة والأحد في الكنائس المحلية، موضحا سيادته بأنه ستبث قداديس أيام السبت المسائية وقداديس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتسنى للمؤمنين المشاركة الروحية من بيوتهم. تصادف هذه الأيام مناسبة عيد الأم التي تتزامن مع الأوضاع الصحية العالمية التي تحول دون القيام بمظاهر الاحتفالات التي تعودنا عليها خلال السنوات السابقة، لأن الأم عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا الوفاء والشكر والامتنان على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل، سواء بين أفراد عائلتها أو من خلال نشاطاتها ومشاركاتها بدعم المحتاجين. ولعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأم في عيدها هي المحبة والطاعة والإكرام على مثال تلك الفضائل التي برى بها يسوع المسيح أمه العذراء، إذ أن للأم قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة. فمهما اختلفت البلدان في التعبير عن معنى العيد، يبقى عيد الأم نبراساً وعلامة حية على استمرار الحياة. وبهذه المناسبة يتقدم مكتب فضائية نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بصادق المحبة والتهنئة لكافة الأمهات في الأردن والعالم، راجين أن يعاد عليهن باليمن والخير والمسرات، وقد زالت كل الأسباب التي يواجهها العالم الآن بسبب الوباء العالمي الناتج عن فيروس كورونا. أقامت الكنيسة الأرثوذكسية خدمة القداس الإلهي لأحد مرفع الجبل أو ما يعرف لترجياً بأحد المسامحة، وهو الأحد الرابع من أحاد التهيئة التي تسبق الصوم الأربعين المقدس. هذا وأقام سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بهذه المناسبة خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس في مدينة العقبة دون حضور للمؤمنين التزاماً بأوامر قوانين الدفاع المعمول بها. وقد تم نقل وقائع هذه الخدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الختام تمنى سيادته للجميع دوام الصحة والبركة حتى نتقدم لشوط الصوم بهمة تغمرها المحبة. قديش اليوم فرح موجود في الكنيسة لأنه فترة الصوم قد أتت. هاي الفترة اللي فيها منراجع أنفسنا أكثر وأكثر، اللي فيها منقدر إنه نتعرف أكثر على ذاتنا. قديش مهم ونحن نصوم ونصلي حتى نقدر إنه نتوب، نغوص في ذاتنا حتى نتعرف أكثر على حالتنا نحن من الداخل. كيف نحن؟ لوين رايحين؟ شو هدف حياتنا؟ كيف منا نتخطى حاجز الموت؟ وكيف منا نقدر نعيش أبدياً؟ لأنه سفرنا بنتهي على هاي الأرض في لحظة من اللحظات وفي يوم من الأيام. نحن هون في الكنيسة وبالأخص اليوم الأحد اللي هو يوم القيامة، يوم الفرح، يوم الحياة، يوم الانتصار على الموت بإلهنا القائم من بين الأموات. هو بعطينا تعزية حتى نقدر ما نخاف من الموت، ولكن نحسب حساب الموت، نحسب حساب الساعة اللي راح نفارق فيها هاي الحياة وراح نروح نمثل أمام الديان العادل، أمام أبونا السماوي. هون طوبى للإنسان اللي بتهيأ من خلال معرفة لذاته، من خلال توبة حقيقية، حتى يقدر ما يكون ابن هاي الحياة فقط، ولكن يكون ابن الملكوت السماوي لكي يحيا مع المسيح بالحياة الأبدية. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي في كنيسة شهداء الأردن بمنطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان، وقد اقتصر الحضور على عدد قليل من المؤمنين، والذي كان قد تم فيه مراسيم احتفالية بالنذور الرهبانية الدائمة للأخوات آثار يوحنا من العراق وسوزان يوسف وعفاف جمال من مصر. وبعد أن ألقى سيادته كلمة مؤثرة، أعلنت الأخت سارة غنيم من جمعية راهبات يوسف الظهور باسم الكنيسة وباسم الرهبنة قبول الأخوات الراهبات. وفي نهاية القداس سجدت الراهبات الجدد بطاعة ومحبة أمام عرش الله العلي القدير، ثم تلقينا بعدها التهاني من المطران الشوملي وكاهن الرعية وشمامستها وأخواتهن في الرهبنة. مهما قمنا من أفعال وتضحيات وجهود لنكون فقراء بالروح، لنكون ودعاء، ومهما حزنا وجعنا إلى البر ومارسنا الرحمة والمغفرة، ومهما نلنا من الاضطهاد، فإن ذلك لا شيء أمام التطويبات التي تعدنا ليس فقط بالملكوت السماوي، ولكن أيضاً بالعزاء على هذه الأرض، وبأن نعاين وجه الرب ونكون حالياً من أبنائه المحبوبين. أيها الإخوة والأخوات، نحن الحاضرين هنا نتحد مع الراهبات المشاركات على وسائل التواصل ومع أهل الأخوات النادرات في العراق ومصر، ونحييهم من هذه الكنيسة، كنيسة شهداء الأردن في عمان، ونتحد مع جميع أصدقاء الرهبنة، لا بل ونتحد مع كنيسة السماء كي تواصل أخواتنا النادرات السعي إلى الكمال الإنجيلي وعيش القداسة بشفاعة مريم العذراء والقديس يوسف. مبروك للرهبنة، مبروك للأهل، مبروك لكنيستنا، ومبروك أخيراً لراهباتنا النادرات. آمين. في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان أقام كاهن الرعية الأب أنطوني هريمات بمشاركة الكاهن المساعد الأب ماتيو والشماس الإنجيلي عماد حجازين قداساً إلهياً من غير مشاركة للمؤمنين بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تحدث الأب هريمات في عظة القداس عن حضور يسوع في حياتنا رغم أننا في أحيان كثيرة ننشغل عنه ولا نعود نراه. نورسات الأردن قامت ببث القداس إلى الناس في بيوتهم ونقلت مباشرة القداس وعظة الأب هريمات.
نحن أيضا غالبا ما نكون ضحية ذاك الالتباس. نتصور أننا نعرف المسيح، لكن غالبا ما نكون عاجزين عن التعرف عليه. بنينا لنا صورة عنه تعالى، فإن أظهر الله نفسه وإرادته بصورة مختلفة تذكرنا له. غالبا ما نبحث عن الله في الخارج، علما أنه حاضر في حياتنا. نتخيله في السحب، نتخيله في الغمام، ونحن نلتقي به يوميا ونتخطى في حياتنا. غالبا ما نقول تشتت في صلواتي، أي أني لم أكن منتبها عندما كنت أصلي، لكن ننسى تشتتنا في طريق حياتنا، تشتتنا بحيث أننا تقابلنا مع المسيح وتقاطعنا معه وتخطينا دون أن نراه. والسبب في ذلك هو أن المسيح في واد ونحن في واد آخر. منذ تأسيسها قبل 57 عاماً، قدمت جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم خدمات متعددة للمئات من أبناء المنطقة، حيث ساهمت بدور كبير في دمجهم بالمجتمع المحلي. المزيد حول دور هذه الجمعية في خدمة المكفوفين في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، والتي تقوم برعاية وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم في دمجهم في المجتمع المحلي حتى يتمكن الفرد منهم من الاعتماد على نفسه والانخراط في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. وتقدم هذه الجمعية خدمات كثيرة، منها الخدمات الإيوائية مثل المأكل والمشرب والرعاية الصحية لكلا الجنسين، وخدمات تعليمية للأطفال ومهارات رياضية ولغوية ومعرفية. تقدم الجمعية أيضاً خدمات معرفية كتعلم القراءة والكتابة على طريقة بريل، وتدريبهم على الحركة والاستقلال الذاتي للراغبين منهم من قبل مختصين أو متطوعين، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وطبية مختلفة. وها هو المشغل الذي يخرج المئات من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختص بتصنيع القش والخشب. من هنا ومن هذه الجمعية التي تعتني بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، تنبع قصة حب وعطاء لا متناهي من أشخاص قدموا أنفسهم لخدمة نابعة من القلب. وكما قال المسيح: كل ما فعل لواحد من هؤلاء إخوة الصغار فلي قد فعلتموه. بخصوص البرنامج اليومي للبيت، من 8 صباحا لـ 8:30 هناك في الصلاة الصباحية ترتيل ووعظة من أحد رجال الدين، ومن ثم انطلاق الطلاب إلى الصفوف. يوجد لدينا 3 صفوف، صف للمكفوفين وصفين لذوي الاحتياجات الخاصة مقسمين حسب العمر. بالنسبة للمكفوفين بتعلموا كل شيء، ولكن على طريقة بريل، الطباعة والكتابة والقراءة، وبتعلموا جغرافيا وحصة الدين مسيحي، وبتعلموا تربية وطنية وكل المواد. أما بخصوص الصفوف الأخرى فهي للاحتياجات الخاصة، طبعا بتعلموا فيها الأمور الحياتية اليومية وإرشادات، وفي عنا حالات خاصة بيقوموا المتخصصين بدراستها والمتابعتها، وعندنا غرفة للنطق، متخصصة نطق. أيضا عندنا مشغلين، مشغل للمكفوفين بتعلموا فيه صناعة المكانس والفراشي وأمور أخرى،
وعندنا مشغل خشب زيتون كمان بنعلم الأولاد ذوي الإعاقة البسيطة صناعة خشب الزيتون. قسم من طلابنا بنوديهم تأهيل مهني على بعض الأماكن في محافظة بيت لحم. بهذه المناسبة بود أني أقدم الشكر الجزيل لنورسات على هذه المقابلة، وكمان بود أني أشكرهم على نشاطهم الفعال في الأراضي المقدسة. احنا المضبوط بنرحب فيكم في بيت الرجاء وبنرحب في تلفزيون نورسات، واحنا بس نعطي لمحة صغيرة عن الجمعية. اليوم جمعية بيت الرجاء تأسست سنة 1963 على يد إحدى المكفوفات، الأخوات المكفوفات، الأخت مي لدعة، وهي قامت بتأسيس هذه المؤسسة مبنية على إيمانها وثقتها بأنها قادرة أن تكون بركة للمكفوفين في المنطقة، واستطاعت أن تقيم الجمعية في خلال فترة بسيطة. ومع ظهور العديد من الصعوبات، ولكن إيمانها وثقتها أن الله قادر أن يعطيها القوة والقدرة، استطاعت أن تسير إلى الأمام في خدمة المكفوفين في المنطقة. والجمعية قامت بخدمة عدد كبير من المكفوفين، وامتد العمل حتى أصبح بعد فترة يخدم الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى أو أصحاب الاحتياجات الخاصة كما نسميهم. مهم جدا أن نقول أنه بالفعل الله بارك في العمل، وهي مؤسسة مسيحية بالدرجة الأولى، وتعتمد بالأساس على ثقتنا بأنه الله معنا، والله قادر أن يعطينا القدرة حتى نخدم الناس اللي بحاجة للخدمات من أصحاب الاحتياجات الخاصة. صار لي هون في المؤسسة 55 سنة الحين، يعني أنا جيت للمؤسسة وكانت المؤسسة في بداية في مراحلها الأولى أو في أيامها الأولى، وساهمت أنا في بناء هاي المؤسسة منذ 55 سنة. ونشكر الله المؤسسة المضبوط يعني تعبت على ناس كثير من المكفوفين، قدمت لهم خدمات كثير، وكان في عندنا أقسام مختلفة في المكان، لكن للأسف إنه هاي الأقسام يعني أغلقت، ظل خط إنتاج واحد عندنا، هو إنتاجين، خطين، خط إنتاج وخط تدريب للمكفوفين، وإحنا قائمين على هذول الخطين الآن. لنورسات مارلين الحدوة من جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بيت لحم. تقام في كنيسة حاملات الطيب التي تم إنشاؤها بمدينة السلط على مبنى مغارة تاريخية قديمة الصلوات والقدديس والمناسبات الدينية، حيث يؤمها السياح من كل مكان. فريق نورسات الأردن قام بزيارة إلى ذات الكنيسة وعد لها برنامجاً خاصاً ضمن حلقات كنيستي، فإلى هناك. نادت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. استجابة
لرغبة كاهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حدادين للوقوف على احتياجات الرعية، زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوا السفير البواوي في الأردن آنذاك، وتبادل الحديث معا حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يشتمل على مغارة مسيحية تاريخية. أمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وبالفعل تم جمع المال وبوشر في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية، إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان. هذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط. أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. الآن إحنا في منطقة أم عطية، هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط، لأنها كانت منطقة القبور للروم الكاثوليك، لطائفة الروم الكاثوليك، لأنه بالسلط في اللاتين في مقبرة، للروم في مقبرة، وفي الروم الكاثوليك مقبرة، والبروتستانت في مقبرة. إذا هذا الملك تابع لكنيسة الروم الكاثوليك، فلذلك كان في هنا مغارة. مغارة كان يضعوا فيها الأطفال، مشان الأطفال الميتين يضعوا في هذه المغارة. بعدين جاء أبونا معين وفكر إنه يعمل من المغارة إشي كويس جدا، نظف المغارة ورتب أمورها، وقام كل العفش اللي فيها من خشب من توابيت من كذا نظفها، وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة. أبونا معين مهد لي الطريق، جئت أنا على هذا المكان، هي الطريق. الآن قلت أنا نعمل كنيسة، عزمت السفير البابوي لانجوين، مسنيور لانجوين، عزمته على الصل، شاف انه بحاجة الى باركينج وبحاجة الى كنيسة لا غير كنيسة البلد، فلذلك اعطاني الضوء الاخضر ان نعمل هنا كنيسة. وبعد تدشينها على يد المطران ياسر العياش في 19 من شهر كانون أول لعام 2014، أصبحت كنيسة حاملات الطيب في السلط جاهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وأحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطقة. دشنا صاحب السيادة المطران ياسر عياش ب 14 أو 19 12 2014، وكان احتفال جميل جدا بحضور السفير البابوي المونسنيور لانجوين الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيسة، وكان الاحتفال يحضره جميع الطوائف المسيحية بالسلطة.
وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات إخوان الإسلام حضروا الاحتفال وأعضاء البلدية. والآن جميع السواح اللي بيجوا على الصل يوجد مفتاح لهذا الكنيسة بالبلدية، ساعة إذن برجوهم أيضا هذا المكان أصبح مكان محط للسواح. وحقيقة كما ترون هذا المكان يحتفظ بطابعه الخاص، ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل، ولكن كمغارة بكت كمغارة، فقط نظفناها بالرمل، ولكن تضاريس المغارة هي هي وجمالها هو هو. وجدنا هنا أولا كتب قديمة اللي كانوا يصلوا فيها، موجود عندي الإعلان تحت، بعدين ورسائل، بعض الرسائل بالخط اليد، رسائل الأب سمور، وخصوصا أيضا سجل العماد القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة تحتها. هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. وأوضح الأب حدادين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراما لنساء السلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص. سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأن أول ما زاروا يسوع المسيح وهو القبر حاملات الطيب، وإذا هن أخذن البشرى إنه يسوع المسيح قام. وهناك مقبرة، من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة، فلذلك إكراما لأمهاتنا وللنسوة سميناها بحاملات الطيب. عندنا هناك على يميني حاليا مغارة صغيرة كانت هي من المغارة، هنا المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحم يكون فيه أجسام مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوس. فحقيقة المختار رامي شوات تبرع بكل ما يلزم للمغارة وهندسة هو، وعملنا حقيقة هذا المزار داخل المغارة الكبيرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة انتقل إلى الأمجاد السماوية وزير الثقافة الأسبق الشاعر جري السماوي بعد حياة حافلة بالإنجاز والعطاء. والفقيد الذي شغل أيضاً مديراً لمهرجان جرش كان عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، كما شغل عضوية عدد من اللجان والهيئات الثقافية والتطوعية الأردنية والعربية والعالمية، وله مجموعة شعرية ترجمت فيها قصائده إلى العديد من اللغات، كما كتب عددا من المسرحيات الغنائية.
نطلب للفقيد الرحمة والعزاء لآل سماوي الكرام. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. بمناسبة بدء الصوم الأربعين المقدس بحسب التقويم الشرقي والذي تتبعه كافة الكنائس في الأردن، ارتأى برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان وبمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، أن يقدم حلقة خاصة بعنوان الصوم صون للنفس وحصن للجسد. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف قدس الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين فيرمامين، وقدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش من الكنيسة الأرثوذكسية. فإلى هناك. يبدأ الصوم بأربعة الرماد عند اللاتين ويوم الاثنين عند الشرقيين. نعم. ففي هذا اليوم الأول من الصيام يبارك الكاهن الرماد ويرسمه على جباه المؤمنين بشكل صليب وهو يقول: اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود، أو طوبوا وآمنوا بالإنجيل، أو بعبارة أخرى تشبه ذلك. ما هو الرماد؟ الرماد مأخوذ مبدئيا من أغصان الزيتون المباركة في أحد الشعانين السنة السابقة التي يحرقها الكاهن ويحفظ رمادها إلى مدخل الصوم. يوضع الرماد على الهيكل في إناء، ثم ينضح الكاهن الرماد بالماء المبارك، ثم يضع منه على رؤوس المؤمنين الذين يدنون إليه وهو يقول: اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. بعد أن يصلي على الرماد قائلا: أيها الإله الذي لا يرغب في موت الخطأ بل في توبتهم، فعطف وبارك هذا الرماد، وقد نوينا ذره على رؤوسنا لنقبل على أعمال التوبة والكفارة في هذا الزمن الأربعيني فننال غفران خطايانا. تاريخ استعمال الرماد: ابتدأ الكنيسة استعمال رفة الرماد في بداية الصوم منذ القرون الأولى. كان الخطأ في اليوم الأول من الصوم يحضرون إلى الكنيسة حيث يجتمع المؤمنون فيستمع الكهنة إلى اعترافاتهم بخطاياهم، ثم يدر الكاهن الرماد على رؤوسهم ويصلون سوية 7 مزامير التوبة، ثم يغادر الخطأ الكنيسة ولا يعودون إليها إلى يوم خميس الأسرار لكي ينالوا المغفرة علنا. وكان المؤمنون يتأثرون من هذه الرتبة، وهذا ما دفعهم هم أيضا من باب المحبة والتقوى أن يشاركوا التائبين في هذه الرتبة، فكانوا يأتون لكي يضعوا الرماد على رؤوسهم بالاشتراك مع الخطأ التائبين. ومع الأيام أخذ المؤمنون جميعا يتهافتون إلى وضع الرماد على رؤوسهم عند بداية الصوم، وقد ساهم الرهبان الفرنسيسكان في نشر رتبة الرماد والحفاظ عليها في الكنيسة، فانتشرت هذه العبادة على يدهم في الغرب، ثم انتشرت على يد المرسلين منهم في الشرق، ولم يستعملها الشرقيون الذين لم يقبلوا بشارتهم. الله يعطيكم العافية على التعب اللي بتعملوه وعلى نشر الكلمة. طبعا نور ساتة بنعرفها من زمان، اللي هي الرسولة 13 اللي بترسل. يا عيني كلام جميل، تسلم يا أبونا. في كل مكان. فالصيام في كتيرين عمالهم بيحكونا شو هالصيام وليش الكنيسة هي اللي حطت الصيام، والصيام مش ضروري، واللي بده من الله مصلحة بصومنا، واللي ما بده إشي من الله بلاش فيش داعي على الصيام. هلأ إذا خلينا نرجع، ليش لما سقط آدم سقط من خطية واحدة اللي هي عدم الصوم. ليش عدم الصوم؟ لأنه النفس تنقسم لثلاثة، النفس البشرية تنقسم إلى عندها 3 قوى: القوة العقلية والقوة الشهوانية والقوة الغرائزية والقوة العقلية. فأضعف إشي بالإنسان هو القوة الغرائزية أو الشهوانية، فإجا الشيطان وحارب الإنسان من اللذة، عشان هيك بحكينا ورأت المرأة أن الثمرة لذيذة شهية للأكل فأكلت منها وناولت زوجها، فكان السقوط. فالصوم بيجينا حتى سبب ومصدر الخطيئة اللي كان لآدم هو أن ننتصر عليه إحنا، عشان هيك كانت أول جهاد روحي للمسيح بعد المناولة هو الصوم، عشان هيك صام 40 يوم، حتى بنفس الخدعة اللي خدعت آدم اللي هو عدم الصوم أن يأتي المسيح آدم الجديد وينتصر على الشيطان وعلى الحروب من خلال الصوم. نعم. ليش لازم نصوم مثل ما بيحكوا؟ وإيش هو الصوم بمعنى؟ الصوم هو بمعنى هو النسك. شو معنى النسك؟ النسك هو أن أموت الخطيئة التي بداخلي، هاي المعنى الصوم.
أن أقطع علاقتي مع علاقة الخطيئة لكي أرجع وأعود إلى الأحضان الأبوية بشركة إلهية. الصوم ليس هو بالمعنى البسيط هو الانقطاع عن الأكل، حاشا، هاد يعني هاد جزء بسيط من الصوم، ولكن الصوم هو الرجوع إلى الله، هو الابتعاد، هو قطع الأهواء عن القلب الإنسان وعن فكر الإنسان من خلال من سمي الجهاد الروحي. نعم. عشان يقدر الإنسان أنه يرجع للأحضان الإلهية لازم بالأول يأخذ القرار، مثل ما شفنا بالابن الشاطر، عشان هيك الكنيسة حضرتنا بالأسابيع قبل الصيام أنه يكون عندنا التواضع. فالإنسان المتواضع هو يقدر أن يشوف غلطه، والإنسان المتواضع لما بشوف غلطه بيقدر يتوب ويرجع للأحضان الإلهية فرجع إلى ذاته. فالإنسان لما بيعرف ذاته أنه هو أخطأ إلى ربنا بيحاول أول إشي أنه يصوم عن الخطية، أي أن يقطع علاقته مع الخطية مباشرة اللي إحنا نسميها الصوم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث يعزي بضحايا مستشفى السلط. تعليق القداديس بكافة كنائس المملكة أيام الجمعة والأحد حتى نهاية الشهر الحالي. الاحتفال بنذور ثلاث راهبات في كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام. كنيسة حاملات الطيب في السلط ضمن حلقات كنيستي. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.